عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده، عاش الشباب. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفتي العزيزة الدكتورة منة طلاح حسام عبد العزيز، أخصائي علاج اللثة وزراعة وتجميل الأسنان. إزيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا. أهلا بكم دكتور. في الاول طبعا برحب بيكي. في الاول بس عايزه اسالك سؤال، هو اول ما بنسمع كلمه دكتور سنان اللي هو دايما الواحد بيبقى خايف، فهو ليه دايما العيانين بيخافوا ان هم يروحوا لدكتور سنان؟ بصي والله يعني انا اول كلمه بيقولها لي اول اي حد يخصني انا بكرهكم، وده والله طب يعني ليه طيب مش عارفه ايه وكده. والله معظم الناس واخده امبريشن وحش خالص عن دكتور السنان، مش واخدين مثلا عارفين ان بقى فيه تكنولوجي احسن، بقت المفروض البين كنترول اتحسن كتير. في حاجه تانية ملحوظه جامده جدا، ان بلاقي كل ام يعني مش عارفه لو هي مثلا عايزه تأدب ابنها، لو هي عندها مثلا الاسلحه بتاعتها بتبقى على جنب، وكمان لازم على طول لو رحت لدكتور السنان هيديك الحقنه، فاي واحد بيبقى شايف ان الحقنه دي كانها بعبع بس. فدي من الاسباب يعني اللي الناس دايما بتبقى كارهه فيها دكتور السنان، بيبقوا رابطين ما بينها وبين في وجع في وجع في وجع، كان برضو الوجع ده جاي لوحده. فاهماني ازاي؟ فاهمك. هل يا دكتوره تنظيف الجير بيعمل فراغات في اللثه ولا لا؟ ماشي. الفكره في ايه بقى؟ انت اصلا جاي في انهي مرحله؟ بمعنى دايما في ريليشن شيب قويه جدا ما بين اللثه والسنان والعظم، ده اللي ربنا عامله لك. تمام. انت جاي دلوقتي سايب حاجه اسمها جير. تمام. الجير ده بيعمل ايه؟ بياكل العظم اللي حوالين السنان وبينزل اللثه. فانت بتيجي بمنتهى البراءه بعد مثلا سنه ولا حاجه تفتكر ان انا ريحه بقي وحشه وبتخر دم و و و ورايح تعمل تنظيف لثه، هو الدكتور بريء يعني هو جاي شال الجير. الجير ده هو اللي كان عامل لك المشكله دي. لما طبقه الجير اتشالت انت ايه ده، انا حاسس بفراغات في اسناني، بس مش تنظيف اللثه اللي عمل لك كده، وجود الجير بمده طويله. فاهمين ازاي؟ طيب يا دكتور، بمناسبة اللثة، طبعا احنا لما بنيجي نغسل سناننا في ناس كتير قوي بتبقى خايفة من فرش الأسنان، مش بتبقى عارفة تستعملها ازاي. في ناس تشتكي دايما ان فرش الأسنان بتسبب مثلا هو ينزل دم او اي حاجة، فازاي ممكن؟ جميل جدا. بصوا يا جماعة، عشان برضو نبقى متفقين مع بعض، ودي من اشهر الكلام اللي انا بقوله للعيانين اللي عندي بالذات مريض اللثه، انت عليك واجب وانا عليا واجب. خلاص، انا الواجب بتاعي ايه؟ ان انا مثلا شلت لك الجير اللي في اسنانك وكده. تمام. بعد كده بنبتدي نتفق مع بعض ازاي احنا اصلا نغير الهايجين بتاعنا. ما انا مش هاجي مثلا الهايجين اللي هو الاهتمام بنظافه لان استحاله مثلا في ناس بتبقى فاهمه. انا مثلا من اشهر الاسئله مثلا، انا خلاص شلت الجير، مش انا كده خلاص شلته؟ لا، انت في بقك فيه بكتيريا، في بقك فيه سولتس، فده بيخليك هترجع تاني الجير هيتكون كمان مثلا ايه 6 شهور. تمام. طيب، ففي الوقت ده كله انت عليك واجب. واجب ايه؟ انك بتهتم باللثه بتاعتك، بتعمل لها مضمضه، نتفق مع بعض اصلا ازاي اصلا ننظف سناننا بشكل صح. ليه؟ لان في ناس بتعمل كده 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 كده. طب انت كده غصب عنك وانت بتعمل كده كانك بتنزل اللثه اللي تحت، فتيجي بمنتهى البساطه جدا هقول لها ايه؟ هقول لها احنا بنتعامل مع اللثه بتاعتنا كانها منبت شعر، والسنان بتاعنا كانها الشعرايه نفسها. يبقى انت لازم هتمشي من الدايركشن بتاع انك من اللثه للسنه، من اللثه للسنه. فهمتوا ازاي؟ من اتجاه اللثه للسنه. يعني طيب. يبقى من هنا هنعمل ايه؟ من فوق لتحت، لكن من هنا من تحت لفوق. فاهمه ازاي؟ لان في ناس كتير جدا طب يا جماعه ما انتوا بتبهدلوا، بتشوف حتى الاثار فعلا. مثلا نساله طب انت الفرشه بتاعتك ايه؟ في ناس كتير جدا فاهمه لا انا هجيب بقى فرشه وعنف وكده، الكلام ده برده مش تمام. سوفت برش، وزي كل حته جنبها، الحته اللي فيها مثلا جيب لا تنظيف بخيط طبي، حاجات كتيره جدا يعني لو الواحد فعلا غير بيها صدقيني بتبقى يعني شتان ما كان بيجي لي قبل وبقى بعد كده عامل ازاي. الوقت المثالي لغسيل الاسنان يا دكتوره بيبقى من قد ايه؟ ادي لكل حته مثلا ولو 60 ثانيه مثلا، يعني قول كل حته دقيقه، كل جزء كده ادي له حقه. في ناس اصلا بتبقى مثلا ايه 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 يلا سلام عليكم، مش صح يعني لازم كل حته بتدي له الوقت بتاعها.
طيب بالنسبة لدرس العقل ده برضو مشكلة كبيرة جدا يا دكتور، يعني درس العقل ده بيسبب مشاكل ناس كتيرة قوي. بصي عايزة اقولك هو درس العقل مفيش حد مش عامله فيها مشاكل، انا نفسي كان دروس العقل بتاعتي كانت مثلا مدفونه، وعقبال ما الدكتور شالها لي مش عارفه اخوفكم يعني، بس اللي هو لا شال عظم وفتح لسه، وهي للاسف فعلا مصدر مشكله. ليه بقى؟ هو ليه اسمه درس العقل؟ عشان ده اخر درس بيطلع، فهو بيطلع في الفراغ اللي موجود قدامه، لقى والله ملي هيطلع في الملي ده، ما لقاش كده ممكن يطلع مايل بالجنب، يعني هو مصدر مشكلة. طب لو فضل مايل والقصص دي تلاقيه بيعمل فورس كده في الدرس اللي جنبه، فكمان مش هو أيوة اللي جنبه. يعني كمان مش ان هو مبهدل لك الدرس وهو وعامل مشكلة، ده كمان مؤذي للي حواليه، انت فاهمة ازاي؟ فبتيجي هي اهم حاجه، يعني اي عيان كده عشان يحس ان هو في سلام نفسي مع دكتور سنان لازم كل 6 شهور انا بعمل فولو اب ان انا عندي سوسه جديده، بيراجع عندي مع الدكتور، عندي مثلا درس عقل فعلا طلع، طب الدرس العقل ده عامل مشاكل، في مثلا واحد درس عقله ده يطلع تمام وكل حاجه بس يبقى مكسي كده لحم، دي يا نهار ابيض، بتبقى مكان يخبي له اكل وممكن يورم وممكن تلاقيه مش عارف يفتح بقه، فهي كده يعني هو دكتور السنان عايز تعيش معاه بامان وبسلام ومفيش اي حاجه، كل 6 شهور على الاقل بتعمل فولو اب. قولي لنا يا دكتوره ازاي بتتعاملي مع الاطفال الصغيرين اللي بيجوا لك في العياده؟ بص يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله اهم حاجه حاجه اسمها السايكولوجيك سبورت، يعني انت ازاي بتطمنيه؟ هو واحد مثلا خايف، وانا بقول لهم اكتر شخص انا ببقى مشفقه عليه دايما هو الطفل اللي داخل لي. ليه؟ هو داخل على ناس غريبه ما تعرفهاش، شايف ادوات كده هي دي بتاعت ايه وليه وازاي، وكلها حاجات فعلا لو حد صغير اصلا اذا كان الكبير خايف يعني، فلازم معلش بس يا دكتور في صوره معانا هنا على الشاشه، دي صوره لفينيرز تمام. فطبعا الفينيرز اصلا طالعه ترند الفتره دي، فانتي يعني بتنصحي المرضى بيها؟ يعني كلهم بيجوا يعملوا بما ان هي بقت موضه يعني. بصي انا هقول لك على حاجه، انا برضو بحط نفسي مكان العيان تمام، وفعلا بقول له دايما يعني الحاجات اللي انا ببقى حريصه عليها ان يبقى في فعلا فريندشيب ما بيني وما بين العيان اللي قدامي، ففعلا بنصحه باللي فيه مصلحه ليه. انت دلوقتي اسنانك مثلا بايظه، في حاجه اسمها فلوروزز ممكن تبقوا تلاقوا صورتها، او ممكن في انامل هايبوبليزيا، يعني اصلا سنانك فيها مشكله، في اسنان اصلا بتكون متكونه وحش، دي ساعتها بقول له ايوه يلا نعملها فينير، سواء بقى هنكفر مثلا سيرفيس واحد ولا هنغطي كله ولا ايا كان. لكن لو انت مثلا كويسه وبتعمليها كدلع هقول لك انت بلاش مثلا، مش هي دي الاحسن حاجه ليكي، ممكن تعملي حتى سناب اون اللي هي ريموفابل كده وخلاص. طيب في مشكله ثانيه برضه كمان، صوره يا دكتوره ده كان عيان عنده تسوسات في اسنانه الاماميه كلها، وما كانش حابب برضو يعمل فينيرز، كان مثلا برضو حاسس ان الكوست بتاعها مش احسن حاجه ليه، ففكر ان هو يعمل كومبوزيت غطى بيها اللي كل هو حشو الابيض اللي بالليزر. أيوة. يبقى انت كده عالجت المشكله، شلت التسوس بتاعك، نعمت لك سطحه السنه، اكتسبت انك خارج بابتسامه جديده، فبالتالي سنانه بتبان طبيعيه اكتر. طيب برضه يا دكتور في صوره تانية لحد عنده فقدان في الاسنان. بالظبط هو عيان زراعه، ده كان عيان زراعه زرع كذا زرعه وبعد كده حط طيب عليها. بالنسبه لزراعه الاسنان في ناس كتير بتخاف قوي من موضوع ان زراعه الاسنان بتكون مكلفه، لو حد عنده فقدان في اسنانه بس عايز يحلها بس ما تبقاش في نفس الوقت بتكلفه عاليه، في حلول تانية؟ طبعا من اول حتى بصي يا ستي انت بتتكلمي برضو مع العيان فرانكلي في كل حاجه، يعني انت بتعرفي الاول مثلا فعلا زي ما انت بتقولي البادجت بتاعته قد ايه، هل هو مثلا عايز حاجه على القد قوي ولا ممكن نعلى شويه تمام، الحاجه على القد بس ممكن حتى تعملي له طقم متحرك، في ناس ما بتحبش القطم المتحرك، في حلول ان انت تعمل زرعات ماشي، بس ايه مثلا زرعتين ثلاثه وتركبي عليه متحرك، يبقى انت عملتي الحل ما بين الاثنين، فاهمه ازاي؟ الصوره دي اللي حضرتك قلتي عليها يا دكتور ان هي الفلوروزس اللي هي بتحصل من ميه الابار اللي بتبقى في الخليج، في الدول الخليج بالظبط. أيوة. الحاله دي يعني فعلا لو تشوفوها قبل ما كانت عندي وبعد كده ابتسامتها كانت عامله ازاي بعد ما هي مشيت من عندنا،
هتحسوا فعلا يعني ايه دكتور سنان فعلا بقى في مجال التجميل. طيب دي كان ايه حلها يعني مثلا؟ عملت فول كفرج، غطت كل سنانها برضو نفس المادة بتاعت الهوليوود سمايل اللي هي الفينيرز، نفس الفينيرز بس هنا عشان بنكون مأمنينها لا غطينا لها كله طرابيش، يعني ما عملناش فينيرز يعني قشرة بس على السطح الخارجية، لكن لا هنا احنا غطينا لها سنانها كلها بكراونز، وفعلا يعني تشوفي بقى بتضحك ازاي وفرحانه ازاي وحست ان هي فعلا راحت تغير يعني من حالها الحالي. قولي لنا يا دكتوره ايه حلول تعويض السنه المفقوده؟ زي ما احنا اتفقنا كده، انت بتيجي تتكلم مع العيان، في ناس ما بتحبش مثلا بتخاف. استاذنك يا دكتوره هنطلع فاصل ونرجع تاني. طيب اوكي. وليها اصلها ومطعم ابو حسين. ورجعنا لكم من الفاصل مع الدكتوره منى. قولي لي يا دكتوره حضرتك بتعاملي ازاي الاطفال اللي بيجوا عند حضرتك الاطفال الصغيرين؟ بصي يا سيدي، اول حاجه الحمد لله رب العالمين الراحه النفسيه تمام. يعني اي طفل الحمد لله بيدخل لي بيحس ان احنا ممكن نبقى مع بعض اصحاب، بنهيئ له الجو جدا تمام. تاني حاجة أنا بتعامل معاه ما بين إن أنا فاهمة مخاوفه إيه وما بين إن هو برضو من حقه يعرف ويفهم ويدرك كل حاجة. بمعنى أول ما بتخش الطفل تيجي تتكلم معاه، هل هو أصلا أول مرة يخش عيادة سنان ولا جاء قبل كده؟ دي مهمة تمام. هو لو جاء أول مرة إلى حد ما بيبقى مدي للدكتور اللي قدامه الأمان، إلا لو خايف من إنك تكون واحد غريب عليه، ساعتها انت بتبقى عايز بس تحسسه انك فاميليار كده معاه وان احنا لا واصحاب وعادي وبنلعب شويه وبنلعب نطلع الكرسي ننزله، طب ده ايه ده نور، ده ايه ده دي مرايه، فبيحس ان الدنيا لطيفه جدا تمام. في مشكله تانية لو قابلك عيان عنده حاجه اسمها سايكولوجيكال تروما، يعني راح لدكتور دي بقى هي دي يعني قصه كبيره جدا، ان ناس اتعاملت معاه قبلك بهيستوري وحش جدا، اتعنفت بالظبط اتعنفت عليه. في ممكن ام تحكي لي ان مثلا دكتور ممكن يكون كتف او عمل، خلاص يعني الطفل ده من هنا لحد 30 40 سنه مش هيقرب ناحيه كرسي السنان. هي صوره للطفل وهو صغير ان في حاجه غلط. بالعكس انت لما بتبتدي مع الطفل بمنتهى الصبر والجمال، وانت يا لابس ايه وايه الجمال ده وايه الشياكه دي وانت في سنه كام وتعرف عليا واتعرف عليك، طب دي ايه، واقول له طب بص ده هنا هوا ده هنا ميه، بيحس هو الموضوع ايه. دكتور بمناسبه الاطفال، معظم مشاكل الاطفال اصلا او الطفل دايما بيروح عند الدكتور غالبا يا اما تسوس يا اما خلع السنان. فبالنسبه لخلع السنان في ناس كتير بتفتكر ان ده بيبقى معتمد على قوه الدكتور هيقدر يشيل السنه ولا لا، فالكلام ده حقيقي ولا لا؟ يعني الكلام ده ملوش اي علاقه بالصحه. ليه بقى؟ هقول لكم على حاجه جميله جدا 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 في عالم الاسنان، ممكن اشبهها لك شويه في قصه الخلع دي، كانك رايحه تغيري مثلا عجله عربيه، انت مهما كنت قوي مثلا هتعرف تشيل العربيه وترفع العجله وتعمل وكده؟ لازم بتستخدم حاجه اسمها روافع. الروافع دي بتعمل ايه؟ بتنقل الفورس الصغيره بتاعتك لفورس قويه تعرفي تحركي بيها القصه دي كلها. نفس الكلام في عالم الاسنان، هي مش بالعضلات، بالعكس انت بتشوف مثلا الجدر مثلا ده ماشي في اي اتجاه، والله كده يبقى انا هخش له من الناحيه دي، لا مش هنا هروح له من الناحيه الثانيه، لا الضرس ده اصلا محتاج انك تقسمه، لا الضرس ده محتاج كذا كذا كذا، قصص كتيره جدا. بس اقل حاجه انت ممكن تتخيليها انك تعملي مثلا ضغط على بالعكس انت عارفه مثلا لو حد بيتعامل مع السنان بقوه شديده، تفرجي مثلا على الالتهابات والتعب والوجع اللي السنان المريض بيتعرض له بعد ما بيمشي، يفضل بقى حاسس بضغط فظيع وفي ورم قد كده، في حين انت لا لو بالراحه وبتلخلخي الضرس واحده واحده وعلى الهادي جدا، العيان بيحس ان ايه ده انا رحت لدكتور سنان ما بهدلنيش، ده انا بعد الخلع كويس جدا، ده انا بيبقى مبسوط جدا. بالعكس ده بيبقى بعد كده عيانك، يعني تلاقيه بقى وجاب عيلته وعيله العيله وعايز يقعد معاكي على طول وكمليه بقيه سناني وكلام جميل جدا. يعني لو حد يا دكتور عامل علاج عصب ده بيأثر انه يعمل هوليوود سمايل ولا لا؟
لا ما فيش مشكله خالص. تاني زي ما احنا بنتكلم الفكره في كلها، الانسان اللي هو بيعمل هوليوود سمايل ده مثلا عنده سطح السنه بتاعه كبير كده وحلو، فخلاص احنا بنغطي بس القشره بس اللي من بره، قشره السنان بره. طيب انت دلوقتي عندك مشكله في الضرس ده اصلا، بدل بس مع القشره لا انت هتعمل فول كفرج، هتعمله كراون بنفس ماده هوليوود سمايل بنفس الايماكس وال يعني هيعمل له طربوش بس بنفس الماده، بنفس المادة المستخدمه في الهوليوود سمايل بالظبط، غير ماده الطربوش بالعكس. يعني كان مثلا عيانه مثلا تكون حتى مش حته سن عصب بس، ممكن يكون مثلا في النص في ضرس مخلوع بيتعوض معانا. يعني تلاقي حتى في الحاله اللي انا كنت بقول عليها في الروزز، لا دي كانت خلعه ضرسين في النص وعامله والسنان كلها سودة والدنيا مبهدله خالص، لا منتهى البساطه جدا كل المخلوع عوضناه في التركيب وكل الكويس اتغطى. يعني ده ما بيأثرش بشكل او باخر؟ لا 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 بالعكس، انت بتحمي الضرس. تمام. بعد ما حد مثلا بيعمل فينيرز او كده، ازاي ممكن يهتم باسنانه بعد الهوليوود سمايل؟ جميل جدا. بصوا اهم حاجه العيان لازم يبقى عارفها تاني، ان هو بيجي لدكتور سنان هو كمان عليه واجب. يعني انا ما ينفعش انا عملت مثلا هوليوود سمايل او مثلا حتى يا ستي حشيتي ضرس او ايا كان، لازم السنان دي بتتغسل، لازم على طول بعمل مضمضه، لازم بستخدم حتى الدنتال فلوس خط طبي، لازم يعني بهتم بيها كانها اسناني. مفيش حاجه اسمها انا خلاص رحت لدكتور سنان ودكتور السنان ده اشتغل لي وعمل لي وسلام عليكم وخلصت علاقتي بيه، ما ينفعش. فاهمه ازاي؟ على طول اول باول بتيجي لدكتور السنان، لو في جير بتشيليه، لو في عندك اي حاجه بتعمليه مضمضه، الاهتمام العادي جدا. فاهمه ازاي حضرتك يا دكتوره؟ تقولي على خلع الاسنان التقليد اللي يعني بالطريقه التقليديه في البيوت، واحنا بنكسل ان احنا نروح لدكتور انه يخلع سنه او ضرس، واحنا بنخلعها احنا بالبيت باي طريقه او باي وسيله. استحاله استحاله تعمل كده، يعني ده الكلام ده مش ابليكابل خالص. اللي بيحصل ان العيان بيفضل سايب ضرسه الى ان الضرس خلاص بينهار، بمعنى ان مثلا يبقى عنده مثلا تسوس بسيط كمل تسوس اعمق بقى خلاص عصب، بعد العصب بقت كل السنان يعني كلها بقت لير خفيفه قوي من السنه والكور كله تسوس، فخلاص في الاخر خالص الطبقه اللي من الاول خالص اللي هي الكراون مش عارفه اقولها بالعربي يعني خلاص بيتشال، بيفضل الجدر ده بقى بعد كده بيعمل برده خراج وهتتبهدل وهتيجي لدكتور سنان. عشان ما هو هي يعني بص يا جماعه انت هتيجي لدكتور سنان يعني هتيجي لدكتور سنان تمام، بس انت فاهم ممكن تجيله وانت في حاجه في اولها خالص، والعيان ده اصلا ممكن اصلا ولا حتى يحتاج نقطه بنج من كتر ما الحاجه بتبقى لسه في اولها تمام، وفي انك انت قاعد ماشي 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 لحد ما الدنيا بتقعد تتفاخم معانا. فاهمني ازاي؟ وكل شويه بتصعبها على نفسك من كل حاجه، يعني بتصعبها على نفسك ماديا اكيد، لو مثلا سنه سوسه عاديه غير مثلا سنه عصب، غير مثلا هخلع غير بعد كده هزرع، غير مثلا هعمل تركيبات غير، فليه يعني؟ طيب خلينا يا دكتوره نختم، وايه الحفاظ على الطريقه يعني نحافظ بها على اسناننا عشان خاطر وقت حلقتنا بس؟ اهم حاجه تاني ان انا اول حاجه هفولو اب كل 6 شهور على الاقل. طب يا دكتور هتروح كده ببانوراما حلوه كده للدكتور اللي عندك ده بيديله فكره عامه انت اسنانك دي فيها ايه، زي مثلا هنا عندك تسوس كده هنا كده. بشكرك يا دكتوره منى على وجودك معانا الحقيقه، وبشكر نادين وبشكر زمايلي اللي كانوا متواجدين معانا في الحلقه. شكرا اعزائي المشاهدين، الى اللقاء في حلقه جديده، وشباب جديد شكرا ليكم، الى اللقاء.